زبد قمح وزبد هيا، هل ستضع الجبن على الخبز؟ منذ متى تهتم بهذا البرنامج؟ يسجلونه عند مارينات. هذا خباز الروك اند رول. ايه مارينات، أنستي المفضلة ترقصي معنا. إنه يوم رائع جداً معكم. مارينيت موهوبة حقاً، صممت غلاف ألبومي الأخير وهي ما تزال في المدرسة. ها، مثير. عائلة فنية، مصممة شابة وحلواني موهوب. بالمناسبة، ماذا ستخبز لنا اليوم؟ ماذا عن كعكة الشوكولاتة؟ أعطني كيس الطحين من فضلك. بالطبع يا أبي. ايه انظروا، انا الشبح روكنبو. واضح ان صناعة المعجنات ليست سهلة. انتظرونا، سنعود بعد الفاصل الاعلاني. واقف. مرحبا بوب. أليك، بداية موفقة. اسفة يا جاجد. لا داعي يا مارينيت. اين الحمام من فضلك؟ فوق، شكرا. هيا فلننظف المكان. أم متأكد انه هنا؟ قالت فوق. مهلاً، ليس الحمام. إنها غرفة مارينيت. رائع، هناك حوض. تصنيفنا مرتفع جداً. سنعود بعد 30 ثانية. أين جاجد؟ في الحمام فوق. شكراً، اتبعوني، سنرتجل. هاي انظري. إن مارينيت موهوبة جداً. هاي، أعرف هذا الرجل. مبدع يا جاجد. علينا أن نسرع. أجل، اهدأي يا بيني. إنه هنا، سنبدأ التصوير. 3، 2، 1. حسناً، عدنا مع جاجد ستون وكن مكان الخباز لنرى كيف ينظف النجم كل هذا الطحين. هاي، صور هذا الشاب أكثر مني. أظن ابنة الخباز مهتمة به. انظر لهذا، معجبة سرية أخرى. هذا الاهتمام شيء رائع. أود أن أكتب أغنية. لا 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 لا. مارينيت. لا 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 لا. يا مارينيت، لم تحدث كارثة. بالعكس، إنها كارثة كبرى. اليوم أخبرت الجميع في المدرسة بما في ذلك إدريان بأن يشاهدوا البرنامج. سيكتشف الآن أنني أحبه. أليس هذا ما تريدين؟ لا، ليس هكذا. ماذا تفعلون هنا؟ أنا آسفة، لم أجد الحمام. هاي مارينيت، أوقع لك على تلك الصورة؟ جميعاً. وأنت توقف عن التصوير. باني افعلي شيئاً. سمعتم الآنسة. الأمان والراحة.